بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن أبدأ كلمتي أطلب منكم جميعا أن نقرأ سورة الفاتحة عن أرواح الشهداء وعلى نية أن يشفي الله جرحانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن عمل بشريعته واهتدى بهداه. إخواني، أنا بينكم اليوم أخ لكم ودائما لكم أخ، ومهما باعدت بيننا المشاغل إلا أن المصيبة تجمعنا دائما، وينبغي أن يجمعنا كل حال وليس المصيبة فقط في قادم الأيام إن شاء الله تعالى. هذين التفجيرين أيها الإخوة، في جامع التقوى في طرابلس وفي جامع السلام أيضا في طرابلس، والمصلون يوم الجمعة يستمعون إلى الخطبة وليقوموا ويؤدوا فريضتهم بصلاة الجمعة وهم آمنون في بيوت الله عز وجل. هذا التفجير يدل على بصمات من قاموا به بأنهم لا يرعون حق الله، وأنه لا يهمهم دين ولا يهمهم قيم، وهم يقتلون عباد الله في المساجد والعلماء وهم على منابر الدعوة في تلك المساجد. أحب أن أقول، الظاهر أن دول العالم الكبرى كلها أو بعضها أو أغلبها مصر على الزج بلبنان في منظومة التقاتل في المنطقة العربية، ويريدون أن يزجوا بلبنان لأنه بقي حتى الآن لبنان والأردن وباقي هذه المنطقة في بلاد الشام وفي مصر، كلها دخلت هذه المنظومة شاءت أو أبت تحت عناوين شتى، ولكن الحصاد غدا هو أمن إسرائيل. لأن إسرائيل لم تعش يوما واحدا ولا ليلة واحدة منذ أن احتلت فلسطين وأعلنت كيانها المحتل عام 1948، لم تعش يوما واحدا وهي مطمئنة، وهي تعرف أنه لن يكون لها اطمئنان إلا إذا بعثرت العرب وقتلتهم وشردتهم وفرقت بينهم وجعلتهم في تخاصم وتقاسم دولهم. نحن إخواني، واضح أننا سائرون إلى طريق مظلم أكثر من الحريق والدخان، ولكن علينا أن نساهم في التقليل من هذا الشأن، لأنه لا أظن أن المخططون المجرمون من دول العالم الكبرى الكبير، لأن لهم خططهم وخرائطهم، لا أظن أنهم سيعفون لبنان من هذا الأمر. فعندما فجروا في الضاحية ظنوا أنهم سوف يهيجون الشيعة على السنة، ولما فجروا في طرابلس ظنوا أكثر أن أهل طرابلس، لأن التفجير في المساجد، أنهم سوف ينهضون ويتقاتلون مع الشيعة مباشرة، ولكن الحكمة تجلت في أبناء طرابلس. أبناء طرابلس الحكماء منهم علماؤهم في المقدمة وهم القدوة. على السياسيين أن يدركوا جيدا أن الدين يمشي في الأمام وهم وراءه، رغم أننا في دولة مدنية، لأنهم ما كانوا ليكونوا موقعهم لولا أنهم مسلمون، وما كانوا في مواقعهم لولا أن المسلمون اختاروهم، فعليهم أن يكونوا على هذا القدر، لا أن يعملوا لا من أجل مصالحهم ولا من أجل ذواتهم. نحن في أغلب الأحوال لا نسمع من ساستنا الكلمة الطيبة،
الظاهر أن أكثرهم لا يعلمونها إلا القليل منهم، وهل يظنون أنهم سوف يبقون هذا؟ إنهم سوف يخرجون من قصورهم إلى قبورهم ولو عاشوا 100 سنة في هذه الدنيا، وكل حي يموت إلا الله عز وجل، إننا لا نراهم إلا من وراء ستار. لذلك نحن ننصحهم هذه النصيحة أمام الجميع بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى في السر والعلن والقول والعمل، وهم موقوفون بين يدي الله عز وجل، وعليهم أن يعدوا منذ الآن لكل مسألة جوابها. هذا إن أرادوا أن ينجوا عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أعود فأقول المساجد، مساجدنا، أبناء طرابلس أبناؤنا، واللبنانيون أيضا هم أبناؤنا. الحكمة خيبت نظر الذين فجروا هذين التفجيرين في طرابلس. الذي وضع تفجير الضاحية هو الذي وضع هاتين، وتقاربهما من بعضهما يفضح خطط ومؤامرة المفجر، لأن تقاربهما يعلن عن تلك النية في ضرب المناطق الإسلامية ببعضها. وأسأل الله عز وجل أن يكون هؤلاء الشهداء هم الفدية، هم الفدية للفتنة الطائفية في لبنان أو المذهبية بين السنة والشيعة. وعسى أن لا يكون هناك أمر آخر، وإن كان هو متوقع، ولكن الله سبحانه وتعالى هو لطيف بعباده. حفظ الله طرابلس وأهلها وأبنائها، ورحم الله شهداءنا، وشفى الله جرحانا، وعلينا أن نتكاتف دائما، وترميم هذه المساجد والعناية بها وبغيرها هو دائما موضوعنا مع سماحة أمين الفتوى فضيلة الشيخ محمد إمام وأوقاف طرابلس وكل الخيرين في طرابلس الذين سوف يتكاتفون جميعا من أجل مد العون والتعاون من أجل ترميم هذه المساجد لتكون بأبهى حلة. وإن شاء الله يوم الجمعة ستصلون في المسجدين كما بدأتم الصلاة اليومية منذ يومين أيضا. كل المحبة وكل التقدير وكل الإعزاز لطرابلس وأبنائها. أنا معكم وأنا أدناكم، أنا محمد خير قباني أدناكم، لأن الذي يكون في الأدنى هو الذي ينال الأعلى. أما الذي يظن نفسه أنه في الأعلى فإنه سوف يكون في الأسفل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم تحدث عن وحدة المسلمين وقال: ويسعى بذمتهم أدناهم. أوصيكم أيها الإخوة، إن حدث شيء أن لا تكون هناك ردات فعل. وللحقيقة تفاجأ الناس وتفاجأ العالم بسلوك أبناء طرابلس، لأنه لم يكن لديهم ردة فعل ضد أحد، هم لم يتهموا أحدا، وإنما قالوا الدولة هي التي بالتحقيق تكتشف من هو المجرم، وسوف يكتشف المجرم ويعاقب المجرم ويفضحه الله سبحانه وتعالى كما أراد أن يفجر بين المصلين، وهو مفضوح إن شاء الله. أتمنى لكم كل خير، وأتمنى للبنانيين جميعا كل خير، وعلينا أن نحافظ على دور العبادة كلها مسلمين ومسيحيين. وأعتقد أن كل مسجد سوف ينتبه أبناؤه أكثر فأكثر في الداخل إلى المسجد وماذا يدخل وفي محيط المسجد، حتى لا نمكن أعداءنا من التمزيق بيننا. وعلينا أن نعمل دائما من أجل وحدة المسلمين، وحدة المسلمين. ماذا تنفعنا الفتنة؟ حدثت الفتنة، لنفترض أنها حدثت، وخرج المسلم وخرج السنة ليقتل الشيعة، وخرج الشيعة ليقتل السنة، وقامت المذابح، وبعدين قتلوا بعض، وذهب الآلاف وعشرات الآلاف من الجانبين، وبعد ذلك إذن علينا أن نلجأ إلى التفاهم والتعاون. وأول شيء أطلب ولا أطالب من
الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أن يسارع إلى تشكيل حكومة وطنية. هذه الحكومة الوطنية هي التي تجعل الخلاف داخل الحكومة وفي مكاتب الحكومة وليس في الشارع. إن سبب كل ما يحصل اليوم والذي أعطى أجواء التفجير همساستنا من الطرفين، لا أسسني أحدا، من 14 أدار من 8 أدار، لأن خطابهم هو خطاب التحدي وخطاب التشفي وخطاب الانتقام، مهما كان لكل فريق وجهة نظره فلا بأس، فليكن الاختلاف، ولا يمكن أن يكون الناس على رأي واحد، ولنلطف هذا الخلاف ولنجلس على حوار إيجابي وليس حوار كحوار الطرشان. أنا أقول هكذا لساستنا، لأنه يجب علينا أن نسمعهم هذه الكلمة القوية، وعليهم أن يسمعوها بكل رضا، وإذا لم يسمعوها بكل رضا فكيف يمثلوننا؟ ومن الذي نصبهم في التمثيل؟ نسأل الله لنا ولهم العفو والعافية والتوفيق لما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.